أقول أن الجهود الحقوقية ستظل مستمر. منذ 2016 اجتمعنا في مقر مؤسسة عدالة، واجتمعنا بعدد من الضحايا وعقدنا جلسات استماع حتى نستمر في عملنا الحقوقي وتوثيق شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب. وأفادت كثيرا هذه الجلسات في قضية فرنسا. أيضا هناك يعني ذكر أن لا توجد قضايا دولية أخرى، لا بالعكس، هناك قضية دولية في محكمة أمام المدعي العام للإدعاء العام في محكمة جنوب أفريقيا. هناك أيضا قضية ضد الإعدامات منظورة أمام. هناك أيضا زملاء في هولندا في منظمة التواصل في لاهاي، وبالاشتراك معهم أقمنا مذكرة لصالح ضحايا الحرس الجمهوري، وما زالت هذه الشكوى منظورة أمام الإدعاء الهولندي. هناك أيضا اللجنة الإفريقية التي يعني نشرف بأننا قدمنا لها عديد من الشكاوى، وأبرز هذه الشكاوى التي قدمناها وما زالت منظورة وبقوة، ويتعاون فيها معنا محامون دوليون على درجة عالية من الكفاءة. وهذه القضية قضية فض اعتصام رابعة العدوية، دمجنا فيها بين ضحايا الإعدام 12 معرضون للإعدام في أي وقت بأحكام نهائية باتت واجبة النفاذ. هذه القضية أنا أبشركم بأنها تسير في مسارها الصحيح. صدرت توصية منذ عام من اللجنة الإفريقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه القضية، وما زال هذا القرار معمول به حتى هذه اللحظة. نرجو الله عز وجل ألا يخذلنا وأن يعني تظل هذه الإعدامات بلا تنفيذ إن شاء الله لهؤلاء الضحايا وغيرهم. هناك 100 ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في لحظة. قضية فض اعتصام رابعة منظورة الآن أمام اللجنة الأفريقية، وأعتقد أننا طلبنا عقد جلسة استماع من اللجنة الأفريقية بحضوري وحضور عدد من المحامين الدوليين قريبا، ممكن أن تكون في نوفمبر القادم أو في ديسمبر، لاستماع شفوي حول قضية فض اعتصام رابعة كقضية يعني محكوم فيها بالإعدام، وأيضا للضحايا الذين قدمنا لهم شكاوى في فض اعتصام رابعة العدوي. أنتهز هذه الفرصة وأختم وأقول أن أبوابنا من خلال نوافذنا الإعلامية كمنظمات حقوقية، صفحاتنا الرسمية والمواقع الإلكترونية مفتوحة لكل الضحايا ولذوي الضحايا. أنا أشكر ذوي الضحايا الذين تعاونوا معنا ومدونا بوثائق. حقيقة نحن لدينا في مؤسسة عدالة ومركز الشباب لحقوق الإنسان وثائق وتوثيق لعدد كبير من الضحايا مدون بها أهالي الضحايا، تعاونوا معنا. الحقيقة أنا أشكرهم، هؤلاء لا أستطيع أن أذكر أسمائهم، لكن مدون بوثائق أفادتنا كثيرا. هذه الوثائق ملف ذاخر ومليء بالشهادات وبالتوثيقات يمكننا من تدويل هذه القضية مهما طال الوقت ومهما بعد. أنها جريمة لا ولن تسقط بالتقادم، ونحتفظ بحقنا في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. فأنا أدعو الجميع أن يتعاونوا معنا وأن يرسلونا ويرسلوا شهاداتهم ويطلبوا جلسات ونجلس معهم، لأننا مستمرون في عملنا القضائي وفي ملاحقة هؤلاء الجناة. شكرا لكم جميعا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.